كرة تفضل اشتباك على المركز العاشر. لو انتهت المباراة كده لحد آخرها هيحتفظ فريق الإمارات بالترتيب العاشر وهيختم نادي عجمان في المركز رقم 11. نمشي على طول. الكرة أمامية خطيرة، محاولة تحضير هوبا التعادل أهو، فرصة تعادل. الله عالمي عالمي في أحلى توقيت سبحان الله. بقول لحضراتكم عجمان مش هيسكت لكن يسجل يسجل. حدث ويقول أشعر بفخر كبير في ظل التواجد في هذه القلعة، في ظل الرئاسة، المدرب، اللاعبين. كرة ملعوبة في المرمى، سيمون سندونو يثبت على أن هناك خطأ لمصلحة ليما في منتصف الملعب. ما فيش تبديلات ولا تغييرات من كلا الطرفان، نفس الاسماء التي تشارك في الشوط الثاني. بكاري كونيم، خطورة، سيمون فيندونو والثاني. هذا سيمون وهذا عجمان. وكلما كانت المعاناة هجومية لفريق دبي فإنني أتذكر تراوري. ما أدري ليش والله أتذكر تراوري كلما أشاهد دبي يعاني. وعندنا كرة جول. الله، عجمان يتقدم بهدف أول. هل يفعل عجمان ويعدل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول؟ عرضية خطيرة، بوريس كابي بالرأس، تدخل سيمون. الله، أعادهم الأسمر.